سلام، اليوم راح يكون في عندنا توتوريال وايد سهل، يصلح حق المناسبات، يصلح حق كل يوم. اوكي، بس راح اسوي فيه تريك صغير شوية علشان نكبر العين بالعرض. فراح استعمل هذا من ميك اب فور ايفر، راح استعمل الدرجة البيضاء. ليش؟ لاني ابي اكبر العين، فراح يكون تكبير ناعم. راح اخذ فرشة فلات، راح احط من اللون الابيض شوي، وراح اكبر بطريقة كذي، مو لفوق، ما ابي ارفع العين، ابي ستريت. راح نبطل العين ونحط اللون الابيض وندخل ابيض شوية هي على الرموش، وما راح اتمجر، راح اتركها كذي. ثاني خطوة راح تكون كحل اوف وايت داخل العين. ثالث خطوة راح تكون باليت ميت مات، راح استعمل اللون البني اللي تحت الغامج هذا بفرشة سماج براش. هذه راح تكون من بوديريون تولز رقم 755، فرشة سماج او اي فرشة صغيرة انت ترتاحين انت تشتغلين فيها. تقدرين تستعملينها اي درجة بني انت تحبينها. الحين بما ان احنا وسعنا العين، فهذا الخط اللي هني راح نرده شوية لورا. اوكي، فهو هني، فانا وين راح امشي؟ راح امشي يمه على طول. ولي فوق طبعا عادي، هذا هني طوفه، وهني فوق الكونسيلر اللي حطيناه. رابع خطوة بعد ما سوينا هذا كله، راح ناخذ فرشة دنج وراح ندمج البني مكانه. برد بعيد على البني. ترى والله اللوك بلش يبين. الحين انا ابي اخلي الخط هذا وايد مرسوم عدل، لانه هو مو خط جفني الطبيعي، عرفتوا؟ راح اخذ فرشه صغيره وراح امشي على الحدود اللي انا رسمتها. اوكي، الحين فرشة دمج بس جينتها صغيرة عشان لا يكون وايد وايد مرسوم، يعني يكون مرسوم بس مو اوفر. الحين باخذ كونسيلر فرشة وايد صغيرة وبنظف هذه الحدود اللي داخل، لاني ابي هالمنطقة تكون وايد فاتحة. تقدرون تسوونها بطريقة سهلة، انا ابي كذي يكون وايد مرسوم. شو مسرحية هاي؟ ما ادري، هم يوتيوب روحهم شغل اشياء.
الحين بس تأكدوا انه ما في خطوط ببيوتي بلندر بصبعك كيفك. راح اخذ هذه الدرجة شوية مصفرة من باليت هدا بيوتي. هذا الباليت وايد قديم، انا باليني قطيتها ثلاث الوان الحين زينة. فرشة شادو راح استعمل ونحط اللون. وايد حلو هذا اللون، كنا شو تحصلونه بدرجات الباودر، يعني اذا مو لاقين هذا الشادو درجات الباودر الناس مثلا هذه مالت مايك تحصلون شي الوان انزين. تحصلون عند نوبة. اوكي الحين بمشي ايلاينر على خط الرموش وبركب رمش عشان ارسم الايلاينر. اوكي وهني تحطونه فوق الابيض على طول كذي. اوكي لا ترسمون الكحل الحين، حطوا الرمش بعدين رسموا الايلاينر. المهم انا الحين حاطة مسكرة فمبين شي رمادي. استعملت نفس اللي استعملته اول امس، هذا من شاي لاشز دراما اسمه. اخذت الرمش هذا صاير طول من هني يكسر من قدام، مو مبين عدل لاني مو ملصقته مثل ما لازم يتلصق. شوفوا انا حاطتها برا عشان شنو اكبر العين. اوكي في رمش طاح ما ادري وانا بركب الثاني وبرجع اكمل التوتوريال معاكم. قبل لا نكمل اي شيء ثاني بوريكم للحين ايش كثر العين مبينه كبيره واسعه. اوكي يعني الرموش ما صغرتها. اوكي الحين بعد البس على الابيض اللي هني بعد ما حطيت الصمغ انا يعني شويه دمعت وارد اكمل معاكم. فبس بحط نفس الكونسيلر عادي ما راح اسوي شيء. الحين بهذا الميك اب ما ينفع تحطين الكحل من تحت من هني، راح ترسمين الكحل من فوق الرمش وبعدين تعدلينه. فراح نرجع نستعمل الايلاينر المفضل بالنسبه لي بالفتره الاخيره من ميك اب سوري من ان واي اكس، من كثر ما احبه دائما عندي جديد. فهذا الايلاينر وايد حلو. انا دائما احب اوصل كحل وانا بطلع عيوني. اوكي هذا هو طالع. ما حطيت مسكرة فلما احط راح اكبسهم فهذه راح تنرفع
كذي العيون مبينة. لما أصور لكم بالكاميرا ورا راح يبين أكثر. It's almost عيون أكبر من لما بلشنا. شنو هذا الفقع؟ الله هاي تحديث اسنابي برضو تشد الحين لون برتقالي او بني. راح ارسم حط هني للرموش الشيء العين الثانية. هذه اول درجة راح تكون. بعدين راح نحط بني بفرشة وايد ضعيفة. بعدين راح نحط كحل زاوية خارجية عشان تتم العين مبينة كبيرة. يعني طبعا خلينا بدون ولا شيء يعني هم راح يكون حلو. زين فرشة ضعيفة. اوكي بني مرة ثانية بناخذ الأبيض ونرتب الحين بستعمل نتفة إضاءة هني. أبي هذا آيلاينر الحين. الحين شوفوا قبل لا أبلش تقدرون تكتفون بهذا القدر وهو كذي وايد حلو وراقي ومرتب كذي يعني حسبوا بدون هذا لهني. أو تقدرون تكملونه مثل ما أنا راح أكمله. راح أحط آيلاينر ونتفة نتفة 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 فيها لأن هذا إذا اخترب خلاص مكياجك كله اخترب وما يمسح بعدها مشكلة. بلشت التوتوريال على أساس لك عملي. طبعا صرنا الحين أخذ شد بني وطرف عليه فوق. هذا مكياج من المكياجات اللي أنا أسويها على زبايني لما تطلب مني. وانا قلت ميك اب ارتست ثانيه بهاللوك يعني في واحده هي مشهوره بالاشياء هذه.
بعدين نقرب الكونسيلر اللي حطيناه هنا. لا وين شوية 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 شوية. الحين أبي صمغ صمغ جليتر، راح أحط جليتر. أنا الجليتر اللي عندي ما راح أصور لكم إياه لأن تطلبونه من برا. راح أحط لكم بديل تحصلونه بالكويت. شيء نفس صغيرة اللي ما تاخذون شيء نفس هذا من ميك اب فور ايفر. اوكي انا هذا اللون اللي عندي ما حبيته، مخضر مو حلو. هذه الإضاءة نفسها اللي حطيتها هني مالت أوفرا، هي صايرة جبل اسمها 3D Pyramid. نحط عدسات وسوي الباودر والأشياء وأرد لكم. خلصنا هذا الميك اب بدون إضاءة بدون ولا شيء بس يلا أنا بشيل وبنام. صباح الخير.